موضوع القصة ديالنا بواحد كزيلتي، لأن دائما القصص كيحلاو بالثانية. هذا واحد السيد ودخل تيولعو ديال القصة هادي، قال لي لا خويا ماشي بحال شحال هادي، دابا تنتنفس وليت كنهضر مع الناس، كنت معزول. المهم هادي هي القصة ديالي. واحد النهار جاتني واحد السفيرة بالليل، ركبت في الطوموبيل بالضبط الأزمون، وقفات بيا الطوموبيل. نزيدك الطوموبيل راه بقى جديدة، ما ضمنيش منها غدا توقف، يلا كي خديتها حدا واحد البير في جنب الطريق. انا ديما كندوز من تما، وعارف ان هذاك البير عنده ماضي. كان واحد السيد كيلوح جوتات في هذاك البير، شد قال للجندارم بانه كاتهم للجنون، احتفلوا بهم فحمل شي اضحيه للاعراس ديالهم. حمل هذاك السيد كان مسكون، انا الله اعلم. المهم يا ربي السلامه، كان كسيري والو، ما بغاش تزيد لي الطوموبيل. كنسمع شي اصوات، صراحه داك الاصوات ما مفهوماش. بيني وبين نفسي الخلعه شداني، سديت البيبان، كنهز عينيا، لقيت واحد السيد مخرج راسه من البير، ماشي جالس البير وانما مخرج راسه من البير، غير الراس ديالو اللي كيبان. عنده واحد القب، وداك القب ابيض وفيه شي نجمات مطروزين بالخضر. وكنعقل قبل ما نفكر باش نشعل الضوء ديال البيل، انا بغيت نشعل الضوء ديال البيل باش نعرف شكون. سمعت واحد الصوت داخل ديالي قال لي عاد ما كيحملش الضوء، بعد ما كيحملش الضوء، قال لي ثلاثة المرات بعد ما كيحملش الضوء غادي اديك. ورجمت في بلاصتي، الدنب مبقاش كيدوز. السيد غبر لي الاثار. المهم بقيت جالس واحد ساعه، السيد مبقاش بان ليا. ترجلت خرجت من السيارة، لعله وعسى يبان ليا شي ضو ديال شي دار. بعت واحد 100 مترو والو، كاين غير الترام، عاد الظلام صافي هادشي اللي كاين. يدك ديرها ما تقدر ما تبينش لك، ما مرات كيكون شوية الضو ما كنعرفوش مين كيجي كيبين ليا شوية كيتحيد هداك الضو، ما انا ما كتفهم والو. الرعب اللي تعيش فيه. رجعت بان ليا واحد المنظر بشي شكال، قلت لي الطوموبيل جي عندي دقة دقة شوية. والمشكلة أن الموتور ما خدامش، هي بحنا قلنا حنا شي واحد دفع. أنا ما نكذبش عليكم، قلت صافي هنا سالات حياتي. بقيت كنفكر غير في وليداتي، الصراحة بكيت، كنت سنة الموت. وقفة الطوموبيل هي واقفة وأنا واقف، هي واقفة وأنا واقف. أنا هزمت فيها الدم في ركابي، بالزربة تحلوا لي البيبان كاملين. كنسمع طلع، قلت لك طلع، بقيت كنقرا قرآن، سدوا البيبان. مع قراءة القرآن ظنيت أن البيبان تسدو، واحد الصوت كيقول لي إلا بغيت الأمان طلع، أنا بجنبك. شحال من مرة عتقتك منهم، راهم كتار والأرواح كتخرج من هذاك البير. فتحت الباب وأنا كنقبقب، طلعت سديت عليا البيبان، جمدت في بلاصتي. حنا داك الصوت انا قلت واخا راه في الصحراء كيعاوني. كنت جالس، قطرة ديال الدم مبقاش كدور في وجهي. شوية كنسمع الدقان، كندور مكيلقى حتى واحد. عاوتاني كنسمع الدقان، كندور يسبى ليا واحد البنت، صراحة آية في الجمال. وخا غادي المصطفى نقول محال شادي تكون من الإنس، المهم انا ما تعرفش الجمال ديالها، ما تفتنش مبغيش نحل. واحد شوية هي لقيت جالس حدايا، من دخلات ما عرفش الله اعلم، بقيت جالس حدايا ما هدرات ما تكلمات. انا كنقول شكون انت، هي ما هدرات ما تكلمات. واحد شوية بالبلية الوجه ديالها
الليمن زوين وجنبيه على الماسر كيتقشر 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 والمنظر ديالنا كيخلع بس كيتقشر كاملة. في واحد اللحظة تقول لي يا كسيري طبعا بلا خدمات كسيريت طبعا بلا مشات كتجري بواحد السرعة هي غبرات كيبان ليا من اللور كيبان ليا شي وحدين خارجين من البيور شي طار شي نازل شي كيمشي شي كيحبو واحد المنظر كيخلع الغوات 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 منفعني غير واحد الكيميو داز من حدايا ضرب لي المضرب الضو كامل كلشي تهبر. مشيت في حالتي انايا والحكاية راه مسالاتش هنا حنداز تقريبا واحد كنهضر شي ثلاثة سيمانات واحد المرة معسانة في الدار يدخل عندي واحد السيدة تقريبا بحال داك اللي شفتها والسناسل في يديها وفي رجليها مسكينة هي في واحد الزين ولكن كله موسخ موسخة والرمال والدم. سولتها قلت لها انا دخلت سولتها قلت لها مالك شنو بغا قالت لي ما قلتيش ليا انا هذيك اللي عاوناتك وعارفين لي انني عاونتك داروا لي واحد المحاكمة ديال الجن في محكمة ديال الجنان حكموا عليا انني ما نشوفش الانس ومقادوا في الارض. ايوا خوتا اش نقول لكم هادشي اللي كان الله يجازيها بخير. ايوا هنا سرت الحكايه ديالنا هادشي اللي كاين يا مع السلامه عليكم وبصحه وعلى خير.